هو انت لو جالك فلوس كتير اكتر من اللي جولك يعني، يعني مثلا ضعف الفلوس اللي معاك هتعمل ايه؟ يبقى هجيب 6 كيلو كباب و6 كيلو كفته و4 طرب، الضعف برضه. ما بهزرش، كلام جد. هكبرهم يا نعمة، هكبر الفلوس واخليهم 10 اضعاف. والله العظيم جوزك بيفهم وما هوش حمار ولا غبي زي ما انت فاكره. هي بس ضيقة الحال اللي ما كانتش مورياكي امكانياتي، عشان كده رديت عليك الرد اللي ما عجبكيش الصبح. بس انت مش عارفه انا احساسي بيبقى عامل ازاي وانا طول الوقت الناس كلهم شايفيني صراحة الفاشل اللي ملوش لازمه، اللي مراته بتصرف عليه ومش شايل البيت، وبرضه مش عارفة إحساسي عامل إزاي دلوقتي وكل الناس باصين لي على إني صلاح المليونير. بس أنت ما شفتيش الناس كانت بتبص لي إزاي ودلوقتي بيبصوا لي إزاي. دلوقتي أنا صلاح بيه. صلاح بيه. هو هتفتكرين أهبل مش أصرف الفلوس اللي أنا كسبتهم ولا هضيعهم زي ما أنت خايفة؟ بكره هتشوفي الفلوس دي هتكتر ازاي. الفلوس بتجيب فلوس يا نعمه. انت عارفه هما ليه سموا الملايين انارب؟ انارب؟ انارب عشان بيولدوا كتير. وانا الملايين اللي معايا بعون الله هيطلعوا كلهم نتي، وانا هشتغل لهم جاية. وافت انا ولد فيهم اولد فيهم اولد فيهم اولد فيهم لحد ما يبقوا عزوه ودار. وانا بصلك دلوقتي اول مره احس ان انا خايفه منك يا صلاح. انت بالذات ما ينفعش تخافي مني يا نعمه. اشمعنى؟ عشان وانا فلس كانوا كل الناس بيجرحوني يا بكلمة يا ببصة، كمني جوز الست. حتى أمي كانت دايما بتجرحني. بس الغريبة بقى إن الوحيدة اللي عمرها ما جرحتني ولا أذتني بكلمة هي الست نفسها اللي انا جوزها. انت يا نعمة، رغم انك كنتي تصرفي عليا وشايليني، هتفضلي تحبيني يا نعمة؟ لو فضلت طيب خايف. اصلهم بيقولوا الفلوس بتغير. بتغير ضعف النفوس بس. فلوس تعز اللي ناقصه عزة، وتقوي اللي ناقصه قوة. إنما عزيز النفس والقوي، فلوس بالنسبة لهم حبة ورق.